أعلنت الصين أن رئيس الانتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي تلقى رشاوى، وذلك بعد ساعات على إعلانها أنها وضعته قيد التحقيق. وقالت وزارة الأمن العام في بيان أن مينغ تلقى رشاوى ويشتبه في أنه انتهك القانون بدون إعطاء توضيحات حول هذه الاتهامات. وكان الانتربول أعلن الأحد استقالة رئيسه الذي فقد أثره منذ أكثر من 10 أيام بعد عودته إلى الصين.